جايين نوصل هنا في زيارة شغل، فحبينا نزور مستشفى 57 عشان نشوف نطلع على مستوى الخدمة اللي يقدمونها. 57 3 57، أنا أكد أني انبهرت بالعمل وبالكادر. من يعني تقابلنا مع أصغر موظف وأكبر موظف بمحض الصدفة أثناء جولتنا، كنا نتكلم معهم بشكل تلقائي، كانوا كلهم عندهم الهدوء والسكينة والرغبة في المساعدة، كان الإنسان كأنه الموظف قاعد في بيته. صح، يعني لقينا الخدمة أو الخدمات اللي يقدمونها للمرضى بغض النظر عن خلفياتهم إمكانياتهم من أي بلد كانوا، شيء من جد يرفع الرأس في الدول العربية. المستشفى في قدامها مشاريع كبيرة وتستاهل الدعم من داخل مصر وخارجه، مشاريعها كلها تعتبر رائدة ومكملة لعملها الأساسي. أتمنى أنها تندعم وما يكون في أي تردد لدعمها، وأتمنى أن نشوف زي المستشفى هذه مستشفيات كثير إن شاء الله. الله ما يعني يزيد الأمراض، ولكن أتمنى أن زي هذا النوع من الخدمات يكون موجود على مستوى الوطن العربي ونكون رائدين فيه.